السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في أول محاضرة في الترم السادس من كمبيوتر ساينس كوميونيكيشن تكنولوجي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله المحاضرة بتاعتنا بالكامل هتكون جاست انترو على إيه اللي هيقابلنا في الكوميونيكيشن تكنولوجي، والكورس ده عبارة عن إيه وإيه السيلبس بتاعه من أول الترم لحد آخر الترم. فخلونا نبدأ كده مع بعض. كلمة كوميونيكيشن يعني اتصالات، تكنولوجيا الاتصالات. أحلى حاجة في الكورس ده هتقابلك إن احنا كلنا بنستخدم الكوميونيكيشن تكنولوجيز طول الوقت. مفيش حد دلوقتي بيقدر يتحرك من مكان لمكان بدون ما يكون معاه موبايل، بدون ما كان معاه انترنت. الموبايل والانترنت والكوميونيكيشن بين الناس أصبح شيء في حياتنا، أصبح شيء ضروري جدا. لو انت الانترنت غايب عنك وقت قليل بتبقى خلاص مش قادر، يعني تبدأ انت طول الوقت محتاج انترنت، محتاج تتابع، محتاج تشوف اللي بيحصل، محتاج يبقى فيه كوميونيكيشن بين الناس. فدي احلى حاجة في الكورس، ان اللي احنا بنمارسه او بنمارس الابليكيشن بتاعته في الحقيقة هنشوف ازاي بيتم على ارض الواقع، ازاي المسج اللي انت بتكتبها على الواتساب بتخرج من عندك على الموبايل بتوصل لحد صاحبك على الواتساب بتاعه، ازاي وانا بعمل مكالمة تليفون معينة المكالمة دي بتخرج من عندي ازاي توصل لحد الناحية التانية، وشمعنا ده اللي بيستقبلها مش حد تاني، وما بتبعتها بشكل بتظهر بالشكل ده، وساعات بتبعتها بشكل تظهر بشكل تاني، وهكذا. كل الانواع نقل الداتا، داتا ترانسفير، نقل الداتا من بوينت لبوينت هيقابلنا في الكوميونيكيشن تكنولوجي. طيب خلينا نبدا كده سريعا، خلينا كده نبدا سريعا ونتكلم على ايه السيلبس، احنا هناخد ايه في الكوميونيكيشن تكنولوجيز الترم ده ان شاء الله باذن الله. هناخد اول حاجه الداتا كوميونيكيشن. الداتا كوميونيكيشن الداتا شكلها عامل ازاي وبتتنقل من مكان لمكان بشكل جنرال كده ازاي. بعد كده هنتكلم على النتورك مودلز، المودلز بتاعت اي نتورك. هنبدأ نتكلم على الداتا نفسها شكلها عامل ازاي، هنبدأ نتكلم على الداتا والسيجنالز، شكل الداتا وهي بتتنيل. هنتكلم عن الديجيتال ترانسميشن بشكل كبير جدا، وهنفوكس قوي على الديجيتال ترانسميشن لان هو اللي يهمنا اكتر حاجة في الكورس ده. هناخد بريف كده سريع عن الانالوج ترانسميشن. خلينا نفتكر كده ايه الفرق ما بين الديجيتال والانالوج، الفرق ما بين الديجيتال والانالوج، حاول تفتكر كده. خدنا قبل كده حاجة اسمها ديجيتال وحاجة اسمها انالوج. فاكرين لما كنا بنيجي نرسم في اي كورس من الكورسز الساين ويف، لما كنت برسم الساين ويف بفريكوانسي معين بامبليتيود معين ويطلع شكلها عامل زي الموجة كده، الويف تطلع لفوق وبعد كده تنزل وبعد كده تطلع الناحية التانية وهكذا. خلينا كده ناخد بصة كده ونفتكر الانالوج شكله عامل ازاي عشان نقدر نبقى متخيلين الديجيتال شكله عامل ازاي. تعالوا كده مع بعض نفتكر شكل الساين ويف عامل ازاي عشان نبقى متخيلين لما اجي اقول انالوج انا بتكلم على ايه، ولما اجي اكون بقول ايه الديجيتال انا بتكلم على ايه. لو انا عايز اعمل ساين ويف انا بعمل حاجة اسمها امبليتيود. خلينا نقول مثلا ان انا هاخد امبليتيود 2 وبعد كده محتاج احدد الفريكونسي، هاخد الفريكونسي بتاعي 4 مثلا، وبعد كده الفيز هقول 0. تعالوا نشوف الرسمة هتطلع عامل ازاي ونفكركم كده مع بعض ده ايه وده ايه. دي كده الساين ويف. الساين ويف بدأ من عند انجل زيرو، بدأ من عند تايم زيرو. معنى انها بدأ من عند تايم زيرو معناها الفيز بتاعها زيرو. طيب الامبليتيود اللي هو فين؟ الامبليتيود اللي هو فوق ده، فده الاكس ده اللي هو التايم وده الواي اللي هو الامبليتيود. طيب الفريكوانسي، الفريكوانسي بيبقى واحد على لامدا، واحد على الويف لينز. فهتلاقي الويف لينز
بواحد اوفر فور الفريكونسي. طب تعال نكرر نفس الكلام، نسيب الامبليتيود زي ما هو بتو، ونيجي نقول هنخلي الفريكونسي بتاعي 8، وابدأ برضو من عند تايم 0 او من عند الفيز بتاعتي 0. شفتوا الفرق عامل ازاي؟ لما زودت الفريكونسي هلاقي ان الويف بتاعتي بقت كومبريسد شوية. ليه؟ لان قلنا الفريكونسي هو واحد على الويف لينث، الامبليتيود ستيل زي ما هو والفيز بزيرو. طب تعالوا نغير كده الفيز، يعني نسيب ده 2 ونخلي ده 4 زي الحالة الاولانية اللي هو الامبليتيود ب2 والفريكونسي ب4، وتعالوا ناخد مثلا الفيز بتاعي 90 ونشوف هتبدأ ازاي. كان قبل كده بتبدأ من عند 0، معنى ان الفيز بتاعتي 90 يعني هي حصل لها شيفت 90 ديجري. واضح كده الفرق؟ لكن هو نفس شكل الويف ده. كده كل ده انالوج، كل ده بنسميه انالوج. طيب الديجيتال بقى، الديجيتال فاكرين لما خدنا في الباينري الزيروز والوانز ان الكمبيوتر ما بيفهمش غير بروجرامينج لانجوج، في اي بروجرامينج لانجوج غير حاجة واحدة بس اللي هي لغة الزيرو والوان الباينري. الباينري ده اللي هو يا اما انا اون يا اما اوف، يا اما انا وان يا اما زيرو. الكمبيوتر ما بيفهمش غير اللغة دي، ده اللي هو الديجيتال. هناخد الديجيتال ترانسميشن واعرف ازاي الديجيتال ده بيتنقل من مكان لمكان، وهناخد الديجيتال ترانسميشن، وهناخد ازاي احول من ديجيتال لانالوج ومن انالوج لديجيتال. بعد كده هندخل على المالتيبلكسنج والسبريدنج بتاع الداتا، الداتا بتاعتي بتتنقل ازاي على الاسلاك الكتير دي وبتتوزع ازاي. طالما خدنا كل ده لازم نعرف الميديا اللي هيتنقل عليها الداتا بتاعتي. الداتا بتاعتي هتتنقل على اسلاك، هتتنقل على وايرلس، هتتنقل على فايبر اوبتكس. يبقى لازم هعرف ايه الميديا اللي هيتنقل عليها، بمعنى اصح ايه هي الكيبلز او ايه هي الميديا اللي هتشيل الداتا عشان تنقلها من مكان الى مكان. بعد كده هنتكلم على السويتشنج والتليفون سيستمز بانواعها، التليفونات شبكة التليفونات الارضية العادية اللي احنا بنستخدمها، والنتورك بتاعت الموبايلز بتشتغل ازاي. وهناخد بريف سريع كده على يعني ايه لان، يعني ايه وان، يعني ايه سو نت. ده كده سريعا السيلبس بتاعنا خلال الكورس. واظن كده الايديا بتاعت الكورس وضحت، ان الكورس كله بيتكلم على الديتا كوميونيكيشن اند نتوركينج. الديتا كوميونيكيشن الداتا بتاعتي بتتنقل ازاي، وشكل النتورك او شكل الشبكات بتاعتنا شكله عامل ازاي. طيب تعالوا كده نبدأ مع بعض، بندي definitions لبعض المسميات اللي احنا هنستخدمها. يعني ايه telecommunication؟ telecommunication معناه ان انا بعمل communication at a distance، يعني انا بعمل communication بس في مسافة معينة، means communication at a distance. طب معنى كلمة data؟ data refer to the information presented in whatever form is agreed upon the parties creating and using the data. معنى اصح الداتا بتاعتك دي هو اي شكل واي نوع من انواع الداتا اللي بحاول انقلها من sender لريسيفر، من مكان للتاني. انا عايز ابعت مسج من عندي على الواتساب تكست، التكست ده داتا. طب عايز ابعت ايمج، الايمج دي داتا. طب عايز ابعت فيديو، الفيديو ده داتا. طيب عايز ابعت برزنتيشن، البرزنتيشن دي داتا. يبقى وات ايفر هي شكلها عامل ازاي، وات ايفر نوعها ايه، في الاخر هي هتتحول لداتا. الداتا دي تمشي في نتورك معينه على ترانسميشن ميديا معين عشان تتنقل للناحيه التانيه، لحد هياخد الترانسميشن، هيبقى موجود على الترانسميشن ميديا دي او على النتورك دي، هيبدا ياخد الداتا بتاعته يشكلها في الفورم اللي هي خرجت بيه من عند الشخص الاولاني، ويبدا يفهمها ويظهرها لك. يبقى لو انا حبيت اعمل ديفينيشن كده للداتا كوميونيكيشن على بعضها، هي ايه؟ هي الاكستشينج اوف داتا بتوين تو ديفايسز، نقل الداتا من مكان لاخر
عن طريق some forms of transmission medium such as a wire cable، عن طريق ان انا بنقلها على اي نوع من انواع الترانسميشن ميديوم زي ايه؟ زي الواير كيبل، زي ممكن ان انا انقل الداتا بتاعتي دي عن طريق وايرلس. طيب ايه التوبكس اللي احنا هنتعرض ليها في السكشن ده دلوقتي؟ هنتكلم على ايه الكومبوننت بشكل جنرال، طبعا على ايه هو الداتا كوميونيكيشن سيستم. تاني حاجة هنتكلم عليها يعني ايه داتا فلو. اول حاجة عندنا هنتكلم على ايه هو الكومبوننت بتاعت الداتا كوميونيكيشن سيستم بشكل عام كده. اي داتا كوميونيكيشن سيستم زي ما قلنا كلمة كوميونيكيشن معناها ان عندي حد عايز يبعت نوع من انواع الداتا او شكل داتا ل ريسيفر، الريسيفر هو اللي هيستقبلها. اذا هيبقى عندي اللي هيبعت الداتا هنسميه سندر، اللي انا عايز ابعت له الداتا او اللي هيستقبل الداتا هنسميه ريسيفر، المسج بتاعتي اللي انا عايز ابعتها دي المسج دي بيبقى ليها شكل من الاشكال. يعني انا لو عايز ابعت صورة ففي بروتوكول معين للتعامل، لو انا عايز ابعت عن طريق الواتساب هيبقى في بروتوكول معين للتعامل. ايه هو البروتوكول؟ البروتوكولز ده هو مجموعة من الرولز لازم التزم بيها طالما ان انا عايز ابعت عن طريق ابلكيشن معين او عن طريق فورم معينة. زي مثلا انا دلوقتي لما باجي مثلا ادخل رايح مثلا فيستيفال معين، رايح مهرجان معين، المهرجان ده له بروتوكولز، تلبس ايه، بتلبس ايه، هتسلم على الناس ازاي، هتقعد ازاي، هتتعامل ازاي، ده كله اسمه بروتوكولز. لو انا فقدت هذا البروتوكول انا مش هقدر اكومينيكيت مع الناس. فهو البروتوكولز هو مجموعة من الرولز اللي لازم يلتزم بيها السندر عشان يقدر يبعت المسج بتاعته عن طريق ميديم معين. ميديم ده هو الحاجة اللي بتوصل ما بين السندر والريسيفر، كابل، وايرلس، شبكة تليفون، موبايل، كل دي بنسميها ميديم. الريسيفر لازم يكون عنده نفس البروتوكول وفاهم نفس البروتوكولز وعارف ايه هي الرولز بتاعت البروتوكول عشان يقدر يستقبل المسج دي ويفهمها. يبقى الكومبوننت بتاعت اي داتا كوميونيكيشن سيستم سندر، ريسيفر، مسج، ميديم، بروتوكول. كل المصطلحات دي هتقابلنا تقريبا في كل محاضرة احنا هنعدي بيها، فلازم الشكل العام ده نكون فاهمينه كويس قوي. طيب الداتا فلو، الداتا فلو قلنا سندر وريسيفر، فاحنا عندنا ثلاث انواع من الداتا فلو. الداتا بتمشي منين لفين؟ اول نوع عندنا اللي هو السمبلكس. السمبلكس انا الداتا بتاعتي عندي بتمشي في اونلي وان دايركشن بس، طول الوقت انا الداتا عندي بتمشي زي ما يكون عندي مثلا سيرفر كبير ومونيتور، مش ستيشن، مش كمبيوتر، جاست مونيتور. المونيتور ما عندوش القدرة ان ينقل حاجة، هو المونيتور ده هيفضل طول العمر ريسيفر. انت لما بتيجي شاشة التلفزيون دي طول الوقت طالما ان هي ما هياش سمارت تي في مثلا، هي جاست شاشة، جاست مونيتور، بتاخد الداتا من عندك تظهرها على الشاشة. فزي الاكزامبل بتاع ان انا عندي مين فريم، الدايركشن بتاع الداتا طول الوقت هيفضل ماشي من المين فريم الى المونيتور هنا. فالسيمبلكس اللي هو اول نوع عندنا، عندنا الداتا ماشية طول الوقت في اتجاه واحد فقط. الهاف دوبلكس او الهاف ديوبلكس، احنا عندنا تو ستيشنز، والتو ستيشن دول عندهم القدرة ان ينقلوا داتا. فانا ممكن في وقت من الاوقات ستيشن رقم واحد تكون سندر وستيشن رقم اتنين هي الريسيفر، فبالتالي الدايركشن بتاع الداتا هيبقى ماشي في هذا الاتجاه. ولكن في وقت تاني، وركز كويس قوي، في وقت تاني يعني ما ينفعش ات ذا سيم تايم، في وقت تاني
انا ممكن انقل الداتا بتاعتي من ستيشن 2 الى ستيشن 1، وساعتها هيكون الدايركشن بتاع الداتا في هذا الاتجاه، فده بنسميه ايه؟ هاف ديوبليكس. لو انتوا فاكرين كده كان في ديفايس زمان بنلعب بيه كده اسمه ووكي توكي، احنا الاتنين بنكلم بعض، لكن انا وانا بتكلم اللي قدامي ما ينفعش يتكلم، فكنا بندوس على الزرار اقفل الكوميونيكيشن وابدا انا اتكلم، التاني لما يعوز يتكلم يدوس على بوتون عنده ويبدا هو يتكلم، لكن احنا الاتنين ما نقدرش نتكلم في نفس الوقت، احنا الاتنين ما نقدرش نسند داتا ات ذا سيم تايم، ده اسمه هاف ديوبلكس. الفول ديوبلكس زي اللي بيحصل دلوقتي، التو ستيشنز عندهم الابيليتي، عندهم القدره ان يترانسفير الداتا in the two directions at the same time. Station 1 ممكن تبقى sender و receiver at the same time. Station 2 ممكن تبقى sender و receiver at the same time. زي ما بنيجي نتكلم في التليفونات العادية دلوقتي، احنا بنسند و receive at the same time. يبقى الداتا فلو عندي simplex, half duplex, full duplex. طيب النتورك، لو انا عايز احط ديفينيشن كده للنتورك، لان طبعا لو احنا رجعنا كده هو النتورك مش بشكلها المبسط كده مجرد سلك ما بين اتنين، لا طبعا انت بتكلم 20,000 واحد في بلاد مختلفة كتير جدا، في نتورك مختلفة، ماسكين ديفايسز مختلفة، متوصلين، اللي متوصل واير واللي متوصل وايرلس ومتوصل على جي سي ام وهكذا، كل دول بيقدروا يتكلموا بعض، فده كله بيشكل معنى كلمة نتورك. فالنتورك هي سيت اوف ديفايسز، مجموعه من الديفايسز. الديفايسز دي دايما بنسميها نودز، بنسميها نودز، بتبقى كونكتد باي كوميونيكيشن لينك، متوصله على لينك عنده القدره على الكوميونيكيشن. اللينك ده ممكن يبقى وايرد، ممكن يبقى وايرلس، ممكن يبقى فايبر اوبتكس وهكذا. النود دي كان بي، ممكن تبقى كمبيوتر، ممكن تبقى برينتر، ممكن تبقى موبايل، ممكن تبقى اي ديفايس في الدنيا عنده الابيليتي ان هو يسند ويريسيف داتا. يبقى اي ديفايسز كيبابل اوف سندنج اند ريسيفنج داتا جنريتد باي اذر نودز اون ذا نتورك، يبقى اي ديفايس عنده القدره ان هو يكومينيكيت مع الاخرين بنسميه نود. اللينك ممكن يبقى كيبل، ممكن يبقى اير، ممكن يبقى اوبتيكال فايبر، ممكن اي ميديم من انواع الميديمز اللي عندها القدره انها ترانسبورت ا سيجنال كارينج انفورميشن. ده كده ببساطة ديفينيشن بتاع النتورك. طيب هنتكلم في ايه عن النتورك؟ هنتكلم عن النتورك كارتيريا، نتكلم على الفيزيكال ستراكشر، نتكلم على ايه هي الكاتيجوريز بتاعت النتورك. النتورك كارتيريا في 3 كارتيريا مهمين جدا 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 جدا، طول الوقت هنلاقينا بنشتكي منهم، طول الوقت هنلاقينا بنشتكي منهم، طول ما احنا قاعدين بنشتغل على اي ميديا هتلاقينا دايما طول الوقت بنشتكي من واحدة من الثلاثة. performance، يعني ايه performance؟ performance يعني معدل الاداء، قدرة الاداء، الثريبوت بتاع النتورك اللي احنا دايما بنقول ايه، النتورك بطيئة، النتورك فيها delay، لما باجي اشغل حاجة ما بتشتغلش. وطبعا الحمد لله الحمد لله احنا طول الوقت بنعاني من البرفورمانس بتاع النتورك. طيب البرفورمانس بتاع النتورك ده بيعتمد على ايه؟ بيديبند على النتورك element، الاليمنتس اللي موجوده على النتورك. الاليمنتس دي لو الكواليتي بتاعتها عاليه جدا، لو الريلابيليتي بتاعتها عاليه، فبالتالي مش هنعاني من البرفورمانس. طيب بنقيس البرفورمانس ازاي؟ بنقيس البرفورمانس عن طريق ان احنا بنحسب الديلي والثروبوت، وهنتكلم بعد كده ان شاء الله باذن الله ازاي نحسب الديلي وازاي نحسب الثريبوت بتاع اي نتورك. طيب تاني كارتيريا مهمة جدا، ريلابيليتي. النتورك وقعت، النتورك فصلت، ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه ان النتورك مش ريلابل. النتورك ممكن تكون سريعة جدا لكن مش ريلابل، يعني ممكن يكون البرفورمانس بتاع النتورك عالي لكن في نفس الوقت هي مش ريلابل. ريلابل يعني ايه؟ يعني كل شوية بتقع وتقوم، تقع وتقوم، تقع وتقوم، سرعتها مش ثابتة طول الوقت، البرفورمانس بتاعها مش ثابت طول الوقت، ده بنسميه ان في الريلابيليتي مش كويسه. ريلابيليتي يعني ايه؟ فيلير ريت اوف نتورك كومبوننت،
في كومبوننت بيقع، في راوتر بيقع كل شويه، في سويتش بيقع كل شويه. عشان كده تكلم شركه الاتصالات تقول لهم ان النتورك عندي بتقع، يقول لك افصل الراوتر وافتحه. اقفل الراوتر، ايه اقفل الراوتر؟ اقفل الراوتر دي هو بيحاول ان هو يريست كومبوننت من الكومبوننتس بتاعه النتورك بحيث انها ترجع تشتغل بالبرفورمانس الطبيعي بتاعها. ده بحسبه عن طريق ايه؟ بحسبه عن طريق الافيلابيليتي والروبوتنس. بحسبه ده ازاي بحسبه؟ بحسبه عن طريق يا اما الافيلابيليتي او بحسبه عن طريق الروبستنس. طيب سيكيورتي، تالت كارتيريا مهمة جدا السيكيورتي. ممكن تكون البرفورمانس بتاعت النتورك بتاعتي عالية، سريعة، ريالابل، شغالة طول الوقت، لكن مش سيكيورت. أي حد بيقدر يدخل عليها ويجزر الداتا، ياخد الداتا بتاعته أو يعمل لي كورابشن للداتا ويظهر عليها مجموعة من الايرورز، أو يظهر لي اي شكل من اشكال الهوس اللي بتبدا تاخد الداتا بتاعتي. كل ده بنسميه ان النتورك بتاعتي مش سكيورد، النتورك سكيورتي بتاعها ضعيف. السكيورتي يبقى ضعيف امتى؟ لما يكون حد عنده القدره ان يدخل على الترانسميشن ميديا اللي بين السندر وما بين الريسيفر ويبدا يقدر ياخد داتا مش من حقه ان هو يطلع عليها، او يغير في الداتا، او يكربت الداتا، او يقط اللينك. كل دي اشكال من السكيورتي. يبقى 3 كارتيريا مهمين قوي اللي احنا بنتكلم عليهم على اي نتورك: بيرفورمانس، ريلابيليتي، سكيورتي. طيب الفيزيكال استراكشر، الفيزيكال استراكشر كلمه فيزيكال يعني حاجه على ارض الواقع، حاجه واقعيه ملموسه بايديك. عندنا التايبس اوف كونكشن، يا اما بوينت تو بوينت، سنجل ترانسميشن اند ريسيفر، او مالتي بوينت اللي هو مالتي سندر اند ريسيفر كونكتد مع بعض اون ذا نتورك. بعد كده نتكلم على الفيزيكال توبولوجي. طب تعالوا نشوف الاول الكونكشنز. عندنا التايبس اوف كونكشن، بوينت تو بوينت، عندنا ستيشن متوصله بلينك لستيشن تانية، بس مفيش اي ديفايسز تانية. بوينت تو بوينت، عندنا ستيشن وفي لينك وفي ستيشن الناحيه التانية، ده اسمه بوينت تو بوينت. طيب المالتي بوينت، المالتي بوينت بيكون زي ما يكون عندي مين فريم او سيرفر او اي نوع من انواع السندنج ديفايسز، وفي لينك. اللينك ده متوصل عليه ستيشنز كتير قوي، والستيشنز دي كلها بتقدر تكومنيكيت مع بعض عن طريق اللينك، كلها بتقدر تكومنيكيت مع المين فريم. ده بنسميه مالتي بوينت، وده الشكل العام طبعا اللي موجود في اي نتورك في العالم دلوقتي. انما الشكل بتاع البوينت تو بوينت ده هتلاقيه موجود في حالات خاصه قليله قوي قوي قوي، زي مثلا ان انا يكون عندي 2 كمبيوتر مش متوصلين على اي نتورك، ووصل بينهم بكروس كيبل، كروس لان كيبل، ده بينقل الداتا من هنا لهنا بس. طيب التوبولوجي، التوبولوجي اللي هو طريقه توصيل الديفايسز على النتورك، وبناء على طريقة توصيل الديفايس على النتورك هيبدأ تتخيل شكل نقل الداتا عامل ازاي. عندنا فور مين توبولوجي مشهورين جدا، اول واحدة اسمها مش، تاني حاجة ستار، تالت حاجة بس، رابع حاجة رينج. تعالوا نبص عليهم بصة سريعة كده ونشوف كل واحدة نتخيل عامل ازاي. ده اول نوع عندنا اللي هو الفولي كونكتد مش توبولوجي. فولي كونكتد هتلاقي كل ستيشن خارج منها مجموعه من اللينكات بعدد باقي الاستيشنز. يعني مثلا انا هنا عندي كام؟ 5، فهتلاقي الاستيشن دي هتلاقي خارج منها 4 كيبلز. ادي اول كيبل، تاني كيبل، تالت كيبل، رابع كيبل. لو الاستيشن دي عايز اتكلم الاستيشن دي هتتكلم هنا دايركت مباشر، لو الاستيشن هنا عايز اتكلم هنا تتكلم دايركت. طبعا من الشكل ده معناها ايه؟ معناها ان اي ستيشن عايزه تسند لاي ستيشن في ات ذا سيم تايم هتسند على طول، ما عندهاش مشكله، مش هتتشيك الطريق فاضي ولا مش فاضي لان كده كده في لينك ثابت. لكن عيب ده ايه؟ عيب ده ان انا عندي مجموعه كبيره جدا من اللينكس. واول سؤال هساله المحاضره الجايه وهديك وقت ان انتوا تفكروا فيه، عدد الوايرز اللي انا محتاجها عشان اكونكت ان ستيشن. يعني لو عندي 6 ستيشن
هيبقى عندي كام واير؟ طب لو عندي 10 ستيشن هيبقى عندي كام واير؟ طب لو عندي 100 ستيشن هيبقى عندي كام واير؟ يبقى ده اول سؤال هيقابلنا. طالما احنا قلنا ميزه المش توبولوجي ان انا اقدر اسيم ده ات ذا سيم تايم لكل الستيشنز بدون ما تشيك على النتورك هل هي فاضيه ولا مش فاضيه ولا الترافيك عامل ازاي، فهيبقى السؤال اللي بعده طب انا محتاج وايرز قد ايه. فاول سؤال لحضراتكم هيكون هو عدد الوايرز اللي انا محتاجها عشان اكونكت ان ستيشنز في المش توبولوجي. طيب تاني نوع من انواع التوبولوجيز اللي احنا هنتكلم عليها الستار. الستار زي ما انتم شايفين بيبقى عندي هاب، الهاب ده ديفايس عنده القدره ان هو يكونكت من ستيشن لستيشن تاني، وكل الستيشنز متوصله على الهاب زي ما كده الشكل اللي في بيوتنا، اللي هو بيبقى عندي مثلا سويتش صغير والسويتش ده موصل عليه الستيشنز كلها. لو الهاب ده وقع ما عنديش نتورك. تاني لو الهاب ده وقع، لان لو الهاب ده وقع قط كده من هنا هتلاقي كل الستيشنز دي بقت منفصله، فده عيب في الستار. الستيشن دي عايز تتكلم الستيشن دي بتبعت للهب والهب يبعت هنا، الستيشن دي بتتكلم الستيشن دي، الستيشن دي بتبعت للهب والهب يبعت. يبقى كل انواع الترانسفير بيكون عن طريق الهب. طيب تاني نوع من انواع الباص توبولوجي، ده تالت نوع عندنا. احنا اتكلمنا عن المش، اتكلمنا عن الستار، ودلوقتي هنتكلم على الباص. الباص بيبقى عندي كيبل ثابت، الكيبل ده هو كيبل ثابت ما بيتحركش، وكل الستيشنز بتكونكت عن طريق دروب لاين لتاب من التابس بتاعت الكيبل. فالستيشن دي لو عايز تبعت للستيشن، لو ستيشن A عايز تبعت للستيشن B هي لازم تتأكد ان الكيبل فاضي، ودي نقطة مهمة أوي. يبقى عشان لو في ستيشن عايز تبعت للستيشن تانية لازم يكون الكيبل بتاعي ايه؟ فاضي. فبتشيك ان الكيبل فاضي وبعد كده ببعت الداتا بتاعتي هنا. طيب لو في ستيشن وقعت هل ده يأثر على باقي النتورك؟ لا. يبقى لو في ستيشن عندي وقعت باقي الستيشنز هتقدر تكونكت عادي خالص وتشتغل. تمام. هيبقى اول سؤال. تاني سؤال عندنا برضو محتاج الناس تجاوبني عليه المحاضرة الجاية ان شاء الله، ايه الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت الباص توبولوجي؟ الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت الباس توبولوجي. طيب النوع اللي بعد كده الرينج. الستيشنز كلها متوصله على حاجه زي الكيبل، بس الكيبل ده رينج. الكيبل ده رينج لان لما تجاوبوني على السؤال بتاع ايه عيب الباص هنعرف ايه ميزه الرينج. شكل الرينج بالشكل اللي قدامنا كده، الستيشنز كلها متوصله على كيبل بس الكيبل ده كونكتد، بمعنى اصح هو سايكل كده. لو ستيشن هنا عايز تبعت للستيشن هنا بتاكد ان السبيس هنا فاضيه فبياخدها ويسند، ومتوصلين كلهم على ريبيترز. ريبيترز ده علشان يقدر يريبيت الداتا او السيجنال من لوكيشن لي لوكيشن تاني. لما نجاوبوني على السؤال بتاع ايه الادفانتج اند ديس ادفانتج بتاعت السندر والريسيفر او بتاعت السندنج والريسيفنج في الباص، هتجاوبوني بعدها على ايه الادفانتج وديس ادفانتج بتاعت الرينج توبولوجي. تمام. يبقى انا دلوقتي لحد دلوقتي عندي ثلاث اسئله مهمين قوي. السؤال الاولاني، ها مين فاكر عدد اللاينز اللي انا محتاجها علشان اكونكت ان ديفايسز على المش؟ تاني سؤال عندنا الباس توبولوجي ايه الادفانتج وديس ادفانتج بتاعته؟ ولما نجاوب على السؤال ده هنعرف نجاوب على السؤال اللي بعده ايه الادفانتج اند ديس ادفانتج بتاعت الرينج توبولوجي كونكشن. طيب اخر حاجه عندنا اللي هو الهايبر توبولوجي. الهايبر توبولوجي بقى ان انا بكونكت ميكس من كل الانواع دي، زي الاكزامبل ده ان انا بكونكت ستار باك بون و 3 باس نتورك، يعني كل واحد من دول يعتبر ايه؟ يعتبر باس.
مش ده كان شكل الباص؟ انا جبت 3 من الباصز دول ووصلتهم على هب، فبقى ده هايبر ميكس ما بين الستار توبولوجي. ستار توبولوجي ليه؟ ستار توبولوجي ان انا عندي هب وكونكتد عليه مجموعه من الكيبلز، وكل كيبل من دول يعتبر باك بون للنتورك لوحدها. النتورك دي هي عباره عن ستار باك بس نتورك. يبقى هنا في بس نتورك، هنا بس توبولوجي، هنا بس توبولوجي، يبقى 3 بس توبولوجي كونكتد على الهب عشان يكونوا ستار باك بون. ده الهايبرد توبولوجي. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها النهارده ايه هي الكاتيجوريز بتاعت النتورك. عندنا 3 كاتيجوريز من النتورك: لان، وان، مان. هنتكلم بعد كده في اخر الكورس على حاجه اسمها سونات، ونعرف يعني ايه سونات، بس هنركنها شويه على جنب دلوقتي. الكاتيجوريز بتاعت النتورك: لان، وان، مان. لان هي لوكال اريا نتورك. لوكال اريا نتورك زي اللي بنعملها في البيت، بنعملها في بيلدينج. ده بيبقى فيه شورت ديستانس، في عدد محدود من البشر بتكونكت مع بعض على النتورك، فبيبقى العدد قليل والمسافات قليله، بنسميها لان، لوكال اريا نتورك. تاني نوع عندنا وان. وان اللي هي وايد اريا نتورك، مساحات كبيره، اريا كبيره جدا. لونج ديستانس، ده بيبروفايد كونكتيفيتي اوفر لارج اريا، اريا كبيره جدا. في حاجه وسط في النص بنسميها مان، اللي هي المتروبوليتان اريا نتورك، ده بيبروفايد كونكشن اوفر اريا اكبر شويه، سيتي، كامبس معين، كامبس يونيفرستي كبير شويه. ده بنسميه زي مثلا نتورك مثلا في قريه سياحيه، نتورك في الجونه مثلا، كل ده بنسميه مان. يبقى دول الثلاث انواع او 3 كاتيجوريز بتاعت النتورك. ده اكزامبل كده لهايبر توبولوجي. دي لان، اللان دي موجوده في كلاس معين، في عندنا هاب، والهاب ده متوصل عليه كل الكمبيوترز دي او كل البي سيز دي، فده بنسميه isolated LAN connecting 12 في 1 2 3 4 3 multiply 4 في 12 بي سي connected على الهب مع بعض، دي LAN. ده example ل WAN. في switched WAN وفي point to point WAN. ده كده switched WAN. switched WAN فاكرين كده لما قلنا ال point to point معناها ايه؟ ال point to point معناها انا بديفاي من كمبيوتر لكمبيوتر تاني دايركت. زي مثلا الانترنت اللي انت جاي لك في البيت ده، الانترنت ده في الاخر واصل من عندك لحد الانترنت سيرفيس بروفايدر. انترنت سيرفيس بروفايدر بتبروفايد الانترنت ليك، انترنت سيرفيس دايركت اللي عندك. فده في انترنت سيرفيس بروفايدر، في مودم طبعا عشان يترانسفير من الانالوج تو ديجيتال ومن ديجيتال تو انالوج، وبياخد الداتا بتاعتك ينقلها لك ديديكيتد لحد الكمبيوتر بتاعك، محدش واخد من النص منك حاجه. ده بنسميه بوينت تو بوينت وان. طب ممكن يكون سويتشد وان. سويتشد وان دوت اللي هو في مجموعه من السيستمز كبيره قوي متوصله على سويتشات في النص وراوترات و مكونين نتورك كبير قوي زي الشكل العام بتاع الانترنت بشكل عام، دي بنسميها وان. ده الشكل بتاع النتورك في العالم. بيبقى فيه لان في البيت عندك، اللان دي متوصله على راوتر، الراوتر ده متوصل بوينت تو بوينت لوان تانية، والوان دي واصله على سويتش دوان كبيره قوي، وممكن يكون واصل معاها في نفس الوقت في بوينت تو بوينت وان مودم، وفي ميديوليشن موجود علشان في بريزدنت معين موجود هنا. ممكن يكون الناحيه التانية في لان ومش متوصله، يعني اللان دي كده متوصله توبولوجي ايه؟ ها حد يجاوب؟ اللان دي كده متوصله ايه؟ ها نفتكر اللي كانت بعد المش على طول، ستار. هنا اللان دي متوصله ايه؟ متوصله باص، يبقى دي باص ودي ستار، ومتوصلين بعد كده على سويتش نتورك، ومتوصلين هنا بوينت تو بوينت. فده الشكل العام، بيبقى ميكس من كل الحاجات اللي هناخدها.
الشكل العام بتاع النتورك في العالم عبارة عن ميكس من كل التوبولوجيز، على ميكس من كل الترانسميشن ميديا، على ميكس من كل البروتوكولز، وكله متوصل مع بعض وكله بيحاول يفهم بعض. فالنتورك اللي قدامنا دي فيها 4 وانز وفيها 2 لان. طيب الانترنت بقى اخر حاجة عندنا في محاضرة النهاردة ان شاء الله. يعني ايه انترنت؟ انترنت ده بيبقى فيه ميني اسبكتس اوف اور ديلي لايفز، بنستخدم الانترنت. انترنت بيأفكت الواي بتاعت البيزنس، محدش يقدر دلوقتي يعمل بيزنس بدون ما يكون فيه انترنت. السرعة بتاعت الانترنت والريلابيليتي بتاعت الانترنت والسيكيوريتي بتاعت الانترنت بقى شيء مهم جدا في حياتنا. محدش يقدر دلوقتي يجي في اي وقت من الاوقات يقول لك انا هلغي الانترنت من العالم كله والناس تقدر تعيش. خلاص انترنت بقى زي روحنا في الحياة. بيزنس معتمد على الانترنت، طب معتمد على الانترنت، سياسة معتمد على الانترنت، حروب معتمد على الانترنت، تعليم معتمد على الانترنت. بقى خلاص الانترنت زي المية والهواء بالنسبة لنا، ما نقدرش نستغنى عنه. هنقف لحد كده في محاضرة النهاردة ان شاء الله بإذن الله. وزي ما قلنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة كان هدفها ان احنا بنعمل انترو سريع كده لايه هو الكورس بتاعنا، هيبدأ من فين لفين. في حاجات كتيرة جدا قلناها النهاردة، قلناها بشكل سريع قوي لان انا جاست انترو بس، وجاست بريف كده على ايه اللي هنتكلم فيه. كل كلمة قلناها النهاردة هنبدأ نتكلم عليها بالتفصيل خلال الكورس بتاعنا. شكرا ليكم، شكرا جزيلا، وان شاء الله بإذن الله، بإذن الله اقابلكم الاسبوع الجاي ان شاء الله بإذن الله، ونبدأ في المحاضرات بتاعتنا واحدة ولا التانية، ونبدأ نتكلم على بوينت بوينت من السيلبس اللي احنا اتكلمنا عليهم. شكرا ليكم، واشوفكم الاسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.